من صلى الفجر في الحرم ثم طاف حول الكعبة وعاد وصلى ركعتين، هل يشمله حديث من صلى الفجر في مصلى؟ نعم، هو لا يزال في المسجد، إذا كان يريد الأجر وأن يبقى بعد صلاة الفجر في المسجد حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين ليحوز على هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمنع أنه يطوف أو ينتقل من مكانه في المسجد إلى مكان آخر، لكن بقاؤه في مكانه واشتغاله بذكر الله أفضل من تنقله في المسجد أو في الطواف.